مسرح النزهة الحكواتي اللي كان هو اليوم المسرح الوطني الفلسطيني. المسرح هذا أسسته فرقة الحكواتي. فرقة الحكواتي هي واحدة من الفرق النشيطة اللي اشتغلت بالفترة ما بعد 67. يعني المسرح بفلسطين انطلق بعد حرب 67 كردة فعل على الاحتلال. نشأ العديد من الفرق المسرحية والمثقفين، وكان مسرح بدائي، يعني مسرح اللي كان من معلمين ومن طلاب مدارس وعمال نقابات. وهذه الحركة الثقافية كانت مش بس مسرح، مسرح وموسيقى ودبكة ورقص وشعر، وامتدت على بداية السبعينات. كان في فرق كبيرة، صندوق العجب وبلالين وبلالين، ومن هذه المجموعات وهذه الفرق اللي والشخصيات اللي قالها كانت فرقة الحكواتي اللي أسسها المرحوم فرانسوا أبو سالم مع مجموعة من الشباب الفلسطينية من القدس ومن فلسطين الداخل. الحكواتي تأسست في الفرقة ب 1977 واشتغلت كفرقة متجولة من 1977 لل 1984. كانت تعرض في المدارس وتتدرب في النوادي وفي الكنائس، وفي ما كانش في مقر إلها. أنا انضميت للفرقة ب 1981، وفي 1983 اجينا على هذا المبنى. كان محروق هذا المبنى، اسمه سينما النزهة، اللي انبنى في 1950 كأول سينما في القدس، وانحرق لأسباب كثيرة بالحرب وبعد الحرب. واجينا عليه كان رماد، كان محروق في سنة 83. استأجرناه من صاحب الملك اللي هو علي فريتخ. وبال 84 فرقة الحكواتي افتتحت هذا المسرح في 9/5/84 كأول مسرح في فلسطين. المسرح هو عبارة عن قاعة كبيرة بتتسع ل 300 شخص، قاعة صغيرة تتسع ل 100 شخص، وفي القاعة الصغيرة بتقدر تضب المدرج، بتقدر تكون كمان قاعة معارض وتدريبات. في عندك تحت المدرج موجود مشغل، اللي هو المشغل اللي احنا بنعمل فيه الديكورات والملابس. في هذا المدخل اللوبي اللي احنا موجودين فيه اللي كمان يستغل للمعارض. الطابق العلوي عندنا الخدمات العامة، المنافع، وفي عندنا المكاتب كمان، وفي برا عندنا الساحة الخارجية هذه أمام المسرح. من رسالة المسرح الوطني الفلسطيني ومن أهدافه الحفاظ على الهوية الفلسطينية، عمل أعمال مسرحية فلسطينية. هذا من أساس أهداف المسرح، استقطاب الجمهور، نشر الوعي. يعني لا ينفصل العمل المسرحي، العمل الثقافي لا ينفصل بأي شكل من الأشكال عن العمل الوطني. ما أنا قلت لك في البداية بال 67 المسرح بدأ حركة وطنية، كان مسرح سياسي كاملة، كان عمل سياسي. كان بعد العرض يطلع مظاهرة، يكون على المسرح أعلام فلسطين ويمثل الشهداء والناس تبكي. فهو أبدا مش منفصل. إنه المسرح هو أداة ترفيه مزبوط، إنه المسرح هو محل للناس، المسرح كمكان والمسرح كوظيفة هو محل اللي يخلي الناس تغير جوها مزبوط، بس هذا لا يعني عدم التفكير. هذا لا يعني إنه العمل المسرحي خالي من إنه يستفز. بالعكس، العمل المسرحي الجيد هو اللي بيطلع المشاهد منه بعشرين سؤال في رأسه. والمسرح من هذاك اليوم كان مجهز زي ما أنت شايفتي هلأ، كان في منصة وفي إضاءة وفي قاعات وفي المسرح. أسسته فرقة فنية واشتغلت فيه ودارته هاي الفرقة الفنية من 84 لحد 89. خلال هاي السنوات طبعا وبسبب وجود المسرح نشأ العديد من الفرق المسرحية، لأنه وجود مسرح، وجود منصة، وجود
مكان اللي يحتضن، صار فيه العديد من الفرق المسرحية نشأت، العديد من الفنانين المخرجين، كان نهوض واضح بالحركة المسرحية والفنية، المعارض، الصور، فرق الموسيقى. بالفترة هذه ما بين بداية الثمانينات اللي هي 83-84 لحد الانتفاضة، خلينا نقول الانتفاضة الأولى، استمر المسرح بطاقته الجيدة لحد العام 2011. في 2011 صار في هبوط في المسرح، تراكم عليه ديون المسرح، وهذا السبب هو شح التمويل في مدينة القدس. تغيرت السياسة، تغيرت الظروف السياسية بال 83 للانتفاضة الأولى حتى للانتفاضة الثانية. كان في انتعاش أوسلو، كان في انتعاش، يعني كان في نشاطات وكان في تمويل كتير. بال 2011 صار في ركود وصار في هبوط لأنه تراكم ديون كتير على المسرح، والمسرح الوطني بسبب الجدار وبسبب الحواجز زيه زي بقية المؤسسات المقدسية بيعاني من شح التمويل، بيعاني من شح الجمهور كمان. إحنا في المسرح الوطني في 83 و 84 للانتفاضة الأولى جمهور المسرح كان من الضفة أكثر من أنه جمهور من القدس، فكانت تجينا باصات من رام الله ومن الخليل ومن الدهشة ومن بيت لحم، أعمال مشتركة، فنانين، إنتاجات مشتركة، كان من غزة، كان تيجي شباب من غزة يعملوا إنتاجات عنا يضلوا هون. فعمليا مع الجدار، مع الحواجز اتسكر وبين الضعف في الجمهور في في في, في أنه المسرح يقدر يقوم، يعني بطل عنده دخل، بطل عنده اليوم حتى نشاطات. يعني اليوم هلا في عندنا نشاط الشهر الجاي، عم بنحاول ندور على فرقة. إذا أنت استنفذت الأربع خمس فرق الموجودة في القدس مش تعرف إيش تجيب فرقة، لا من رام الله ولا من بيت لحم ولا من محل. فعمليا القدس تحاصرت من جميع النواحي وثقافيا، ونفس الشيء موضوع التمويل. يعني التمويل، الحياة الثقافية في القدس مكلفة، النشاط اللي في القدس بيكلف 10,000 شيكل، في محل تاني ممكن تعملي ب4,000 و5,000، الضرائب باهظة، الأجرات باهظة. فوجود مركز ثقافي في القدس مش إشي سهل، خاصة بظروف الاحتلال، وانت بتتعاملي مع سلطات الاحتلال بالأشياء اللي لها علاقة بالأشياء القانونية والأرنونة والضرائب هذه اللي بتتراكم. وفي فترة تراكمت كان المسرح راح يسكر، وعملنا حملة نداء كبير، وكان في رد إيجابي كتير من الناس، من الجمهور، من الممثلين، من الأشخاص. وكانت أزمة كانت خطرة جدا على المسرح، والحمد لله أنه مرقناها، تجاوزناها، وإحنا اليوم هلأ في مرحلة تانية، في مرحلة جديدة. أنا بعد ما تركت الحكواتي في 89 لفيت، اشتغلت في يابوس، اشتغلت في أيام المسرح، اشتغلت بفرنسا، رجعت هون، عملت مؤسسة مسرح الجيب. بال 2012 لما صارت الأزمة كنت أنا من المجموعة اللي رجعت على المسرح وحاولت إنه تقدر تخلق دم جديد وتحييه، وأنا موجود هون من 2013، موجود أنا كمدير فني للمسرح، وكمان بمثل وبعمل نشاطات الفنية. طبعا في القدس احنا اليوم في عنا من كان دائما، ولكن بالفترة الأخيرة ازداد، وهذا بفكر اشي ايجابي اللي احنا كلنا عم نشتغل عليه، انه احنا عم نفتح الخط الثقافي ما بين القدس وما بين فلسطين ال 48، حيفا والناصرة ويافا وبقية القرى. اليوم في عنا جيل رهيب، جيل نشيط ينتمي لهوية فلسطينية واضحة بوضوح كامل، أوضح من أي وقت تاني، اللي حابين يعملوا مسرح وحابين يطلعوا من تحت الغطاء، من تحت الأمبريلا الإسرائيلية الصهيونية اللي موجودة في الداخل، وعم بتوجهوا للقدس، وإحنا عم نتوجه لهم، عم نعمل معاهم إنتاجات، عم بيجوا هون وبيجيبوا إنتاجاتهم نعملها معاهم، اللي رافضين أنهم يكونوا تحت الغطاء الإسرائيلي. المسرح هذا أول ناس طلعوا عليهم من فرقة الحكواتي نفسها،
اللي أسسوا هذا المحل اللي هم كان فرانسوا وكان جاكي وإدوار وراضي وإبراهيم. هدول اليوم إحنا ما بنعرفهم، أو بالأحرى الجيل تبع اليوم ما بيعرفهم، إنه هدول في منهم ناس توفوا، منهم ناس سافروا، منهم أنا كنت بهذيك الفترة واقف على هذا المسرح. ممثلين محليين يعني اليوم كثير، اليوم عندنا جيل كبير من الشباب، عندنا ممثلين من الداخل، ممثلين من القدس، عندنا كامل الباشا من المسرح من هون، اسماعيل الدباغ، عماد مزعرو، الشباب اللي احمد ابو سلعوم، حسام ابو عيشه، فنانين تشكيليين، رسامين، مصورين، موسيقيين، فرقه صابرين. فرقة صابرين بعرفش إذا اليوم الشباب الجيل المولد بيعرف فرقة صابرين. فرقة صابرين كانت لما تعمل حفلة موسيقية بالحكواتي كانت تسكر شارع صلاح الدين. فرقة الفنون الشعبية أهم أعمالها اللي بالثمانينات كانت انطلاقاتها هون. اليوم لما بيجي ضابط المخابرات أو الشرطة بيسكر هذا المحل بيكون عنده سببين. السبب الأول أنه ما تطلعش مظاهرة ويكون في واحد شاب اللي يضرب حجر على سيارة شرطة. السبب الثاني أنه هذا النشاط ما يكونش ممول من جهات غير شرعية وبما فيها السلطة الوطنية. إن شاء الله بتتشقلبي على المسرح، انتهى موضوع الرقابة بمفهوم إيش تعرضي. يعني بديش أبالغ يعني، لكن في المسرح هون زمان ما أجا قال إنه هذا النشاط موقف لأنه المضمون المسرحية كذا، لكن همه كبير إنه هذا ممول من الغرفة التجارية، هذا ممول من المحافظة، هذا ممول كذا، نشاط هذا ممكن يحرض الناس لتعمل مظاهر. المسرح الوطني بيمثل حاضنة ثقافية ومسرحية في مدينة القدس، لأنه عمليا ما في قاعات مسرح. يعني يوجد قاعات في مدينة القدس لكنها قاعات احتفال، يعني قاعات عامة وليست قاعات مجهزة للعروض الفنية والمسرحية. وما زال هذا المكان يحتضن جميع الفرق.